افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة المؤتمر السنوي الثامن لإدارة الموارد البشرية للعام 2019، والذي تنظمه مؤسسة روشكوم الرائدة في هذا المجال، بحضور رؤساء الشركات والمنظمات المتخصصة في الموارد البشرية وأكثر من 200 مشارك من داخل وخارج البحرين. وقد ألقى الدكتور ميرزا كلمة افتتاحية بدأ فيها بتقديم الشكر إلى قيادة جلالة الملك المفدى على الاستراتيجية التي اتبعتها في إعطاء الأولوية لتطوير الموارد البشرية بشكل وضع البحرين في مصاف المراكز المتقدمة في هذا المجال ضمن التصنيفات الدولية. وأضاف ميرزا أنه يتحتم على المسؤولين في مجال الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مواكبة التطور الهائل في التكنولوجيا والتأقلم مع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية والتطورات في مجال علم الذكاء الاصطناعي، خاصة بأن ذلك قد ورد في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في حفل افتتاح الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني. وأولته الحكومة الموقرة أهمية خاصة للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. ويعتبر مؤتمر إدارة الموارد البشرية الحدث الأبرز في المنطقة في مجال العنصر البشري والقوى العاملة، ويشارك في هذا العام نخبة من كبار المتحدثين المتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية. كما يقدم المؤتمر هذا العام أكثر من 12 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية لاستراتيجيات الموارد البشرية. معظم دول العالم اليوم تتبنى سياسة التحول إلى التكنولوجيا الرقمية والاستفادة من التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا ما أوعز إليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في خطابه في حفل مراسم افتتاح الموسم الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني مؤخراً.